بأشكالهم. القاعدية، القاعدية لو انت فاكر في الكيمياء كنت تاخد ورقة عباد الشمس بالحاجة القاعدية تزرق، طب بالحاجة الحامضية تحمر، هتبص على القاعدية تلاقي لونها ازرق كده مزرقة، الحبوبات بتاعتها لونها ازرق، وشكل النواة بتاعتها ده النواة يا شباب، ده شكل النواة، النواة بتاعتها شبه كرسي التسريح، عارفين التسريحة اللي بتقعد البنات تتسرح تسرح عليه، كان في كرسي كده بيبقى جاي من التسريحة واخد التقويسة دي بالشكل ده، فافتكر مزرقة واخدة كرسي تسريحة شكل النواة بتاعتها يبقى دي هي القاعدية. بس خلي بالكم الليمفاوية هي دي أصغر الخلايا حجما، يعني أصغر واحدة فيهم في الحجم، يبقى لو مين قالك مين الأصغر حجما، الليمفاوية ولا الرجعمية ولا البيضة دولة؟ لا هي الليمفاوية، وما فيهاش أبوب غير محببة، خلي بالكم دي معلومات مهمة جدا، واستنتاجية غير محببة عايزك تزودها في كتابك، غير محببة، الباقي كل ده هتلاقيه محبب، حتى البلعمية محببة هتلاقي فيها حبوب، لأنها بتقوم بعملية البلعمة والتفتيت. طيب يا سيدي عرفت شكل القاعدية؟ القاعدية دي هندرس بعدين إن هي بتفرز مادة اسمها الهستامين، هندرسها في الالتهاب، حاجة اسمها الهستامين، مش مكتوبة في الدرس ده مكتوبة قدام، خلينا ناخدها قدام. يبقى القاعدية عرفت شكل النواة وعرفت لون الحبيبات بتاعتها. طيب تعالى الحامضية، الحامضية تبص على لون الحبيبات هتلاقي لونها محمر، والنواة بتاعتها ثنائية الفصوص، فص أهو وفص أهو. انا بحب اشبه الحامضيه محمضين من كتر الكلام في التليفونات، شبه التليفون الزماني، عارفين التليفون ابو بق هنا وبق هنا، ده هي شبه سماعه التليفون، دي الحامضيه، ودي بتبقى لونها ميال للاحمر، فيها حبيبات ام التفتيت والبلعمه. طيب المتعادله شبه رجل الفرخه، رجل الفرخ او رجل البطه، تحس ان رجل الفرخه كده مفروشه على الارض وليها فروع، فالنواه بتاعتها النواه متعدده الفصوص، وارجوك زود كلمه الفصوص دي عشان موجوده في بنك المعرفه مش في الكتاب عندك، متعدده الفصوص، ثنائيه الفصوص، احاديه الفصوص. طيب هنا دي مش بلاش كلمه احاديه، دي الاحاديه النواه اهي، وحيده النواه بتقوم بعمليه البلعمه ومحببه، خلي بالكوا دي محببه عشان كتاب المدرسه قال عليها محببه وكتاب الامتحان قال ايه مش محببه، خليك مع كتاب المدرسه محببه. ميزه وحيده النواه دي عارف لما يبقى واحد وحيد بس جدع ما عندوش صحاب بس جدع، قال لك تستطيع ان تتحول لبلعميه عند الحاجه اليها، يبقى مين الخطيره اللي بتقدر تاخد دور البلعميه لما تحتاجها؟ هي وحيده النواه، انا بحب اديها النجمه، هي الصاحب الجدع الجدع الخليه الجدعه، ليه خليه جدعه؟ لانها تستطيع ان تتحول الى خليه بلعميه عند الحاجه اليها، يعني بتسد معاك في الموقف الصعب، يبقى عندك قاعديه حامضيه متعادله وحيده النواه، كلهم بيقوموا عمليه البلعمه، كلهم محببين. طيب ازاي اميز بين الخلايا دي؟ قال لك اميز بثلاث حاجات، حجم الخليه ده رقم واحد، شكل النواه، لون الحبيبات. حجم الخليه، شكل النواه، لون الحبيبات، حجم الخليه، شكل النواه، لون الحبيبات، مهمه جدا الملحوظه دي. وعمر الخلايا الثلاثه الاولين دول من عده ساعات، اصلا دول بتميز ما بينهم ازاي؟ لون الحبيبات وشكل الخليه وحجم النواه، وقال لك بتميز ما بينهم بهذه القصه. تاني حاجه